وادي كركر حلم أبناء النوبة. في هذا الوادي الفسيح الذي تفوح من أرجائه ذكريات الماضي، تتجه أنظار وقلوب أبناء النوبة صوب هذا المكان لتحقيق حلم العودة لأرض الأجداد. كركر كانت أقرب مكان للمدينة وللبحيرة، بحيث أنهم ينشؤوا فيها أو يوطنوا فيها 5000 بيت. فهي هذه المنطقة قدرتها الاستيعابية للـ5000 بيت يعني معقولة جدا جدا، وفيها أماكن تصلح للزراعة، ويمكن إنشاء تجمع عمراني زراعي مستقبلي، ويكون في مدارس وتعليم وصحة وزراعة وتعدين. بين مؤيد ومعارض مع أو ضد هذا المشروع تتباين الآراء، فما زالت بعض الأصوات النوبية ترفض هذا المشروع برمته، بزعم أنه ليس هذا هو الحلم ولن يكون أبدا بحجم التضحيات. كل البيوت هنشقوها في وادي كركر، وده وكان الأول مكتوب أسماء، دلوقتي شالوا الأسماء لأن كنا مصورينها، كتبوها أرقام قرية 1 وقرية 2 وقرية كذا، كانت قبل كده بالمسميات، فعشان يتنصوا الحتة دي حطوا أرقام. واحنا نبعد عن البحيرة 7 كيلو، وده غير مطلوب، احنا عايزين نقول 2 كيلو، احنا بنقول على البحيرة، قالوا طب زمام أمان البحيرة 2 كيلو، قلنا ما فيش مانع بس اعمل على زمام البحيرة. دي حاجة. الحاجة التانية ان البيت ده مش بيت نوبي، ده بعيد كل البعد عن البيوت النوبية اللي احنا اتفقنا عليها. البيت النوبي له مساحات معينة بما لا يقل عن 1000 متر، ولو احنا قلنا لهم حطوا 1000 متر بنفس التكلفة بتاعت البيت الحالي، ويصبوها بدون اوضة احنا هننشئها، اوضة او اوضتين او حاجة زي كده. ده اذا كان بيت تنموي يفف فيه البلح والكركديه وما ادراك والبيض والفراخ والبهايم. اي بلد بتيجي بتعمل المشروع الزراعي بتاع سبل الحياة الاول وبعدين بتنشئ المباني. احنا هنا بنوا البيوت، وحلني بعد كده لما يعملوا المشروع الزراعي الاماكن الزراعية بتاعتها. لا كان مفروض عمل العكس، انما هم هيقول لك خد وادي البيوت وده اللي ليكم، دي بيوت المغتربين. لا عمل شباب خريجين، لا عمل معدمين، لا عمل ارامل، دي كلها مشاريع قائمه في تلك المنطقه بس للغير مش للنوبيين. يبعد وادي كركر عن مطار اسوان حوالي 8 كيلومترات، وعن بحيره السد العالي 6 كيلومترات، ويتكون من 3 مناطق سكنيه تبدا من وادي كركر شمالا الى ابو سمبل جنوبا، وتبلغ مساحه المشروع 400 فدان، وتضم بين طياتها 2000 منزل في كل مرحله، وكل منزل على مساحه 200 متر مربع. عملنا ليه 6.5 كيلو؟ لان احنا في حرم الري، حرم البحيره 2 كيلو، 2 كيلو، والمشروع مبدئيا هنا 2.5، هيفضل بتاع 2 كيلو تاني. هذا ال 2 كيلو ده امتداد كظهير صحراوي لاهالي النوبه. احنا كوزاره اسكان استشرنا اهالي النوبه قاطبه، المجالس المحليه والاهالي اللي هم مش مسؤولين ولا هم مش في الحكومه، برضو كل أدلى بدلوه وكل واحد قال رأيه، وتوصلنا إلى النموذج اللي موجود. أنا كنوبي وكمسؤول تنفيذي راضي عن الوضع ده، والإخواننا اللي هم اللي بيغردوا خارج السير تعالوا إلى كلمة سواء، إحنا مش هنختلف. لقد تمت هجرة النوبيين 3 مرات، في عام 1902 عند بناء خزان أسوان، وفي عام 1933 عند التعلية الأولى للخزان، والأخيرة عام 1964 عند بناء السد العالي، مما أدى إلى غرق بلاد النوبة، وتم توطينهم في وادي كومومبو بأسوان. ويبقى هذا المشروع علامة فارقة في حياة النوبيين الذين يحملون حنينا دفينا لأرض الأجداد ولتلك الأيام الخوالي التي مضت بحلوها ومرها. من مشروع توطين أهالي النوبة بوادي كركر، عبد الشافع حسين، القناة 8.